أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا
ومكر الله والله خير إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم بينكم فيما كنتم
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ذلك خلقه خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون
الحق من ربك الحق من ربك فلا تكن من فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين إن هذا لهو القصص قل يا
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون اشهدوا بأننا مسلمون قل يا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم ألا نعبد إلا الله قل سواء بيننا وبينهم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء
والله يعلم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا كان حليما مسلما. وما كان من المشركين. إن أولى الناس الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. والله ولي يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون.
وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذي واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا بيد الله
يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يختص برحمته من يشاء والله ومنهم
من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى بلى الله يحب المتقين. صدق الله العظيم.